اطلق يصور عسلامة. اسمي نادر غندري ومن سغنان غندور، والكراب كراب يعيطولي الدورة. تولدت في باريس ل 18 فبراير 1995. كي كنت صغير كنت نتفرج برشا في فوت دو ري. بديت نلعب كرة كيف كنت عمري 6 سنين. كي كنت صغير كنت معروم بجوار زين الدين زيدان، الملاعب اللي نحلم نلعب كونتر كريستيانو رونالدو. احسن ماتش تفرجت فيه هو كوب دي موند 2006 فرنسا وايطاليا. احسن ماتش لعبته انا مع النادي الافريقي كونتر الاهلي 2015. مي وبي اللي ما يعرفهم حتى حد يعرف، حتى انا ما نعرفهمش. البن ماكل عندي هي منوخية. احسن حاجه نعرف نطيبها هي عجب. عندي فوبيا من الماكل الكبار الصغيره هذه. كان ما يكونش كوارجي نكون بومبي. كان نلقى روحي وحدي في إيل ديزيرت نهز معايا أمي. آخر سيري تفرجت فيها وعجبتني ماي نيم في نتفليكس. أكثر ريزو سوسيال عادي في الوقت انستغرام وتويتر. كي يجوني كومنتاري خايبين خليهم يسألوني. Ami Assurance.